السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. اللجنة الرباعية الدولية تعقد اجتماعا تشاوريا في أبوظبي لبحث تطورات الأزمة اليمنية. الحديدة، قوات الجيش الوطني والمقاومة تواصل تقدمها في الساحل الغربي. مرحبا بكم. عقدت اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن مساء أمس اجتماعا تشاوريا في العاصمة الإماراتية أبوظبي لبحث آخر التطورات في الأزمة اليمنية. وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير شارك في الاجتماع التشاوري الذي ضم الإمارات وبريطانيا وأمريكا، ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل. وكان البيت الأبيض أصدر بيانا الجمعة الماضية أكد فيه أن نجاح المفاوضات السياسية ضروري لضمان ازدهار اليمن وتعافيها من التأثيرات الضارة للميليشيا المدعومة من إيران والتي تعمل خارج إطار الدولة. طالب الاتحاد الأوروبي جماعة الحوثي المتمردة بوقف الاعتقالات التعسفية والانتهاكات التي يتعرض لها كوادر المؤتمر الشعبي العام. وقالت كاثرين راي المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني في بيان إن التقارير الواردة من صنعاء تشير إلى تصاعد العنف بشكل كبير عقب مقتل صالح. أشار البيان إلى القمع الوحشي والمضايقة الجسيمة والاعتقال التعسفي والقتل التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد السياسيين ونشطاء منظمات المجتمع المدني وغيرهم من المدنيين. وقالت راي إن الاتحاد الأوروبي يحث الحوثيين على وقف جميع الانتهاكات فورا. ووجهت راي دعوة إلى جميع الأطراف المحلية والإقليمية في الأزمة اليمنية إلى زيادة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة التي طال أمدها. وقالت إن الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعمه لأي مسار تفاوضي بناء بما يهدف إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني الطويلة. قال مستشار رئيس الجمهورية وزير الدولة الشيخ محمد بن موسى العامري إن جماعة الحوثي تعمل ضمن أجندة إيرانية مخططة تسعى إلى تغيير الهوية وتغيير عقيدة أهل السنة والجماعة. وأوضح العامري خلال لقائه ممثلين عن مكونات العمل الدعوي في اليمن إن ميليشيا الحوثي تقيم الدورات المكثفة في البدرومات والأماكن المختلفة وتعمل عمليات غسيل دماغ للناس والجيش في المعسكرات. وأشار الشيخ العامري إلى أن الحوثيين يراهنون على تفرق اليمنيين واختلاف القبائل واختلاف الجماعات واختلاف الأحزاب، داعيا الدعاة والعلماء والخطباء والسياسيين والإعلاميين والناشطين أن يوجهوا الناس إلى الخطر الداهم ويحثوا الجميع على التحرك حتى لا يطبعون أنفسهم على الأمر الواقع ثم نجد أنفسنا بلا وطن. وقال إن الكلفة التي ستدفع اليوم هي أقل من الكلفة التي ستدفع بعد شهر أو بعد 6 أشهر. وأشاد الشيخ العامري في ختام حديثه بقوات الجيش الوطني الذين يقاتلون في الجبهات بدون رواتب، وقال إن هؤلاء العظماء أصحاب مبدأ وستلتفت لهم الدولة وستعطيهم حقهم لا ريب، فهناك وعود طيبة في هذا الخصوص. يأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واليمن تعيش مرحلة هي الأسوأ في تاريخ الحقوق والحريات في ظل انعدام كامل للحقوق الإنسانية والمنتهكة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية. نتابع. لا حقوق ولا حريات ولا حياة، لا شيء هنا سوى بلد مغلق على الموت والامتهان اليومي للآدمية
ومشاريع المصادرة الممنهجة لكل بريق ضوء أو نسمة حياة وبادرة أمل. فمنذ 21 سبتمبر عام 2014 بات الحديث عن حقوق الإنسان اليمني ضربا من الوهم وتجديفا في بحر الخيال. باجتياح الحوثيين الدولة تحول واقع اليمنيين إلى جهنم مفتوحة على عذاب شامل، تفحمت معه كل ملامح الحياة، ولا صوت سوى صرخة الموت وحشرجات وطن بلا ماء وقوت. أي يوم عالمي لحقوق الإنسان، والميليشيا الحوثية مستمرة بالاعتداء على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة للمدنيين واعتقال وإرهاب كل من يخالفهم. أي يوم عالمي لحقوق الإنسان والميليشيا الحوثية تنتهك الحق في الحياة عبر عمليات القتل خارج القانون أو الاعتقالات وحجز الحريات بعيدا عن أي سند قانوني. أي يوم عالمي لحقوق الإنسان وميليشيا الحوثي تمنع وتقمع حرية التعبير وتنكل بالنشطاء والسياسيين والإعلاميين والحقوقيين وغيرهم من فئات الشعب المختلفة، وسجونها تغط بالآلاف من المختطفين والمخفيين قسرا. أي حقوق والميليشيا الحوثية تقتل كل حق، وتبيد مسمى الحقوق في اليمن بخطوات إقصائية ممنهجة، وتصادر كل ما له علاقة بكرامة الإنسان وتفاصيل الحياة. أي إنسان والميليشيا الحوثية تشن الحرب على كافة المستويات، وتستهدف الإنسان وكرامته وأكسجينه القليل، وتجرده من كل حرف ونفس، ولا حق في رأيها سوى مجانية الموت لكل العالمين. أشهر مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب تقرير حقوق الإنسان بالمحافظة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واستعرض التقرير جرائم ميليشيا الحوثي التي طالت المدنيين منذ أغسطس 2014 وحتى الفترة نفسها من هذا العام. نتابع. لا حقوق للإنسان في اليمن في عهد الميليشيا الحوثية. ميليشيا لم تحمل سوى الموت في صنوفه المتعددة قتلا وتشريدا، ومصادرة لمستقبل جيل في الحياة والتعليم. يوم عالمي لحقوق الإنسان تحتفي به محافظة مأرب، كاشفة حجم الانتهاكات الحوثية وأعداد الضحايا المدنيين. تعرفون جيدا أن الميليشيات الحوثية تحاول تقلق الأمن والسكينة العامة في المحافظات المستقرة، وبالذات وخصوصا محافظة مأرب. فالذي نأكده هنا، لدينا قضاء، لدينا نيابة، لدينا أمن، إدارة أمن. هذه الأدوات كلها بتعمل في محافظة مأرب أفضل حال من المحافظات الأخرى. فوضعنا طيب وجيد في هذه المحافظة، ولا علينا إلا أن نتعاون مع الأجهزة الأمنية ومع السلطة المحلية في استقرار وأمن هذه المحافظة. أكثر من 5000 حالة تهجير وما يزيد عن 400 قتيل من المدنيين رصده التقرير الحقوقي الذي أشهره مكتب حقوق الإنسان في المحافظة، رصيدا الحالات منذ أغسطس 2014 حتى ذات الفترة من العام الحالي 2017. التقرير الذي تم إشهاره اليوم وهو عبارة عن الأرقام التي استطعنا الوصول إليها ورصد من رصدها وتوثيقها من أغسطس 2014 حتى أغسطس 2017. تحدثنا في التقرير عن 5108 عدد المهجرين، وهو الإحصائية التي تم الوصول إليها، بينما بلغ عدد القتلى من المدنيين 404 وعدد المصابين 532 شخص في محافظة مأرب فقط. عجز الحوثيون عن إسقاط مأرب عسكريا، فوجهوا قذائف الموت والصواريخ البالستية نحو المدنيين، وما تزال الألغام الجريمة التي يستمر ضحاياها بالسقوط لعقود. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يستعرض هؤلاء جرائم ميليشيا الحوثي التي ما تزال متواصلة في حق اليمنيين. خليل المليكي، سهيل، مأرب. قال مصدر طبي في مدينة الخوخة جنوبي مدينة الحديدة إن حصيلة قصف ميليشيا الحوثي المتمردة على المدينة ارتفعت إلى 5 شهداء
من المدنيين وثمانية جرحى. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي أطلقت 3 صواريخ كاتيوشا على المدينة، ما أدى إلى استشهاد طفلين وامرأتين ورجل. أوضحت المصادر أن الميليشيا نفذت القصف من مواقع تمركزها في غربي مديرية حيس الواقعة شرق الخوخة. يسطر أبناء تهامة مع رفاق نضالهم في المقاومة وألوية الجيش الوطني ملاحم بطولية في سبيل تحرير محافظة الحديدة، حيث أصبحت قوات الجيش والمقاومة المسنودة بقوات التحالف العربي على مشارف مديرية التحيتة وزبيد وحيس والجراح كمقدمة لاستعادة محافظة الحديدة إلى حفظ الدولة والشرعية. التفاصيل في التقرير التالي. هكذا بدأ الجيش الوطني في هجومه لتحرير محافظة الحديدة. الخوخة أول مديرية في جنوب مدينة الحديدة كانت على موعد مع التحرير، لم تصمد فيها ميليشيات الحوثي ولا ساعة من نهار، حتى كانت مدرعات الجيش تطوق الميناء والمجمع الحكومي وتتجه شمالا وعلى خط الساحل أيضا إلى المنطقة الحيمة الساحلية في مديرية التحيتة. وحماية للجبهة الشرقية اتجهت وحدات من الجيش شرقا باتجاه مفرق الخوخة حيس، ليصبح الحوثيون في مركز مديرية حيس تحت خط النار، فيما فرت قيادة الميليشيا باتجاه مديريتي الجراح وزبيد ليستهدف نسور الجو في التحالف العربي عشرات الأطقم القادمة كتعزيزات من محافظة إب في مديريتي الجراح وزبيد، حيث لقي العشرات من الحوثيين مصرعهم. تشير الخارطة بأن مديريات حيس والتحيتة وزبيد والجراح هي المستهدفة بالتحرير في أيام قادمة، يسطر فيها أبناء تهامة ورفاقهم من أبناء المحافظات الجنوبية وكافة ألوية الجيش الوطني بطولات وتضحيات كبيرة تحمل معها بشائر النصر والتحرير، حيث صار قاب قوسين أو أدنى من تهامة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة. اندلعت خلافات بين قيادات ميليشيا الحوثي والمتحوثين في محافظة الحديدة، وقالت مصادر متحوثة إن المدعو محمد علي الحوثي وجه القيادات المتحوثة في السلطة المحلية في الحديدة بالذهاب إلى المديريات الشمالية والجنوبية لرفض الجبهات والقتال الميداني، وهو الأمر الذي رفضه الوكلاء 4 الذين وجهت لهم تهم الخيانة إن استمروا في رفضهم. وأكدت المصادر أن ميليشيا الحوثي المتمردة فرضت الإقامة الجبرية على المتحوثين 4 في أحد المنازل بمدينة الحديدة. قالت مصادر في المقاومة الشعبية في إقليم تهامة إن أبطالها خاضوا خلال 74 ساعة الماضية حربا استنزافية ضد ميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة. وأوضحت المصادر أن أبطال المقاومة استهدفوا طقمين وسيارة كوريلا كان على متنها عدد من عناصر ميليشيا الحوثي متجهة إلى جنوب مدينة الحديدة باتجاه الخط الساحلي كتعزيز للميليشيا مستخدمين الأسلحة الآلية والقنابل اليدوية في هجماتهم. وأسفرت الهجمات عن مقتل 4 من عناصر ميليشيا الحوثي وإصابة 11 آخرين. تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة من قوات التحالف العربي انتصاراتها في الساحل الغربي على ميليشيا الحوثي المتمردة، وهي انتصارات لها أهمية استراتيجية على الصعيد العسكري والاقتصادي والأمني والسياسي. مزيد من ملامح المشهد في سياق التقرير التالي. في طريقهم إلى الحديدة يستعيد اليمنيون بإسناد التحالف مديريتها واحدة تلو الأخرى. كسر الجيش الوطني قيد الميليشيا الذي طوق الخوخة متقدما باتجاه حيس، فردت الميليشيا المنهزمة بقصف سوق شعبي في الخوخة
بعد تحريرها موقعة ضحايا من المدنيين. وفيما كانت صواريخ الحوثيين تحصد أرواح الأبرياء في الخوخة، كان مقاتلوهم يتحصنون خلف الأبرياء في حيس، فيما أكدت مصادر من هناك أن عشرات الأطفال المجندين فروا إلى منازل المواطنين القريبة طلبا للمساعدة مع اشتداد المعارك. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ، فالجيش الوطني وبعد سيطرته على مثلث حيس الخوخة زحف باتجاه التحيتة وتقدم إلى مزارع الفازة بضواحي مديرية زبيد، وهو ما يضع زبيد التاريخية ضمن مرحلة تحرير وشيكة تحمل معها تحرير محيطها ثم متوالية بيت الفقيه والمنصورية وصولا إلى منطقة كيلو 16 الواقع مدخل مدينة الحديدة. فيما لو تتابعت الأحداث بشكلها الحالي خصوصا في ظل إصرار جيش الوطن وانفتاح المنطقة أمام تمشيط التحالف، الاتجاه نحو الحديدة واستعادتها قطع لأهم شريان لإمداد الميليشيا الإنقلابية بالسلاح، وفقا لتأكيد الرئيس هادي خلال اتصال أجراه أمس بقيادة مقاومة تهامة. وإذا كانت استعادة الميناء ستضع الحوثيين في دائرة مغلقة، فإن استعادة المناطق على الطريق نحو الحديدة هو أيضا إنجاز لا يقل أهمية لو وضع في إطار خطة تحرير شاملة لكل المحافظات. فتحرير حيس يقطع الطريق الآخر الرابط بين الحديدة وتعز بعد أن تم قطع الطريق الأول في مفرق المخاء سابقا، فيما سيؤدي الوصول للجراح لقطع طريق الحديدة إب وفتح الباب لجبهة جديدة باتجاه اللواء الأخضر، وهو ما يعني في المحصلة استعادة الحديدة. وكما هي خنق للميليشيا في صنعاء فإنها تعجيل باستعادة بقية المحافظات وصولا لرأس الأفعى في صعدة. تتشكل القوات المسلحة من جديد، ويعد التشكيل البحري أحد الأذرع المهمة للجيش الوطني في السواحل الغربية للبحر الأحمر. مراسلنا سليم المخلافي والتفاصيل. لا يصطفون عبثا ولا يركبون البحر نزهة أو فسحة، بل يقومون وعلى الدوام بمهام قتالية وإنسانية هنا في السواحل الغربية للبحر الأحمر. التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة أحد الأذرع المهمة للجيش الوطني، ينفذ مهامه منذ فتح جبهة ميد الساحلية. مهمتنا كتشكيل بحري نقوم بإسناد أخواننا زملائنا في القوات البرية، وأيضا مهمتنا نقوم بتمشيط البحر من الألغام، ومهمتنا أيضا نقوم بتمشيط 21 جزيرة التي تم السيطرة عليها من قبل القوات الشرعية. بدأ التشكيل البحري عملياته العسكرية مطلع العام 2015، حيث كان عبارة عن سرية بحرية بعدد من الزوارق الحربية ضمن قوة اللواء 82، تمكنت برفقة قوة من المشاة من تحرير ميناء ميدي وعدد من الجزر الواقعة على الحدود مع المملكة العربية السعودية. وفي شهر يونيو من ذات العام استغلت السرية البحرية عن قوة اللواء بعد رفدها بالمعدات الخاصة والجنود، وأصبحت قوة منفصلة ذات كيان تحت مسمى التشكيل البحري، له تشكيلاته وأذرعه العسكرية، لا يقتصر دوره عن المهام القتالية وحسب، بل يقوم بدور إنساني كبير. صحيح نقوم بأعمال إنسانية، ومنها إنقاذ الصيادين العالقين في البحر، لأن هذه الأيام أيام رياح، وتم إنقاذ 5 صيادين قبل 3 أسابيع، بالإضافة إلى السكان في جزيرة الفوش وبكلان، نقوم بمساعدتهم وتقديم لهم المواد الغذائية والطبية. القوات المسلحة من جديد تتشكل وفقا لرؤية حديثة واستراتيجية تجعل منها قوة تخدم الوطن وتحافظ على كيان الدولة بعيدا عن أي حسابات. هؤلاء هم رجال البحر، عناصر التشكيل البحري التابع للجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة، يخوضون البحر طولا وعرضا لانتزاع الألغام التي زرعتها الميليشيات، ويساعدون الصيادين بالإضافة للسكان القابعين في جزيرتي الفشت وبكلان. سليم المخلافي، قناة سهيل، من سواحل ميدي. الجندي أحمد محمد غالب سيف الهجام أحد أبطال الجيش الوطني في جبل هان، ضمن أفراد اللواء 17 تعرض لانفجار لغم جراء قيامه بدوره في حماية المدينة من عدوان ميليشيا الحوثي المتمردة. نتابع. اسمي أحمد محمد غالب سيف الهجام،
أحد أفراد كتيبة الشهيد توفيق عبد دوان داوم في قبل هان من لواء 17. نداوم نخدم ليل يوميا ننزل الساعة 3 بالليل نتقص الوضع لا تحت استطلاع الحوض يقوم ومشي يعملوا مشي. أصلا قبل 3 أيام هقوم علينا الساعة 3:30 وإحنا نزلنا لهم الساعة نزلتنا وبعدي 2 أفراد معهم الإربيجي والإنفور خليتهم مرايين ونزلت قدمت أول لا تحت لا محل يومية بس نزل زيادة اليوم المرة عندما رح باللغم خليتهم رفع مني ذو الاثنين صاحب الإنفور والإربيجي قال السيد السماع ما فيش أي صوت ولا في أي إصدار صوت من الحوثاء فحاولت أن أنا أقترب منهم زيادة فاللغم انفجر بي صحيح سمعوا اللغم أصحابي وقفزوا وتحملونا والله دعس اللغم بعدين انفجر اللغم بي وترترت أحد قدمي اليمنى والثانية شظايا بالساق وبالعضلات هنا وباليد وبالوجه والأنف هنا والحمد لله هذه طريقنا والبلاد ما تحرر إلا بجماجم رجالها هذه الألغام حق الحوضة حق القبنا لو مش الألغام أفهم ما جلسوا الشهر في تعز الحوثي مهما هجم في تعز مهما حاول الهجوم مهما حاول تكرار مرار يعني ما أقول لك أنا والله ما عاد بوق تقدم له أي مكان الآن للخلف إلى الخلف للخلف نهايته في تعز. دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فارس سالمين البحسني العمل في قسم الإصدار الآلي للبطائق الإلكترونية التابعة لقيادة المنطقة العسكرية الثانية بمدينة المكلا وذلك لحصر وترقيم منتسبي أفراد المنطقة إلكترونيا وشدد محافظ حضرموت خلال عملية التدشين على ضرورة تكثيف الجهود من قبل المسؤولين على القسم وعمل خطة تضمن سرعة إدخال البيانات لجميع منتسبي وأفراد المنطقة العسكرية الثانية مؤكدا على أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وزارة الدفاع بالجيش الوطني للقضاء على الازدواج الوظيفي الأمر الذي سيساعد قيادة المنطقة على عمل قاعدة بيانات إلكترونية تساهم في حل كثير من التعقيدات الإدارية. تسلم مركز الغسيل الكلوي في عتق بمحافظة شبوة يوم أمس محاليل ومسلزمات غسيل كلوي تقدر قيمتها بنحو 45 مليون دولار مقدمة من فاعل خير بواسطة رجل المال والأعمال الشيخ عمر عبد الرحمن باجمال. وخلال عملية التسليم أكد محافظ المحافظة لواء علي راشد الحارثي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الرب هشلة ناصر على أهمية الدور الذي يطلع به رجال المال والأعمال في دعم ومساعدة الأنشطة والمرافق الخدمية الحيوية بالمحافظة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا بسبب ظروف وتداعيات الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الوطن. نيابة عن أبناء شبوة والمركز الكلاء في عتق نشكر الأخ عمر باجمال على متابعته لمساعدة هذا المركز وأتمنى من الأخوة الباقين إن كانوا في الخارج أو في الداخل يساهمون مساهمة فعالة معنا حتى تصبر. نشرتنا انتهت وعودة إلى عناوينها. اللجنة الرباعية الدولية تعقد اجتماعا تشاوريا في أبوظبي لبحث تطورات الأزمة اليمنية. الحديدة قوات الجيش الوطني والمقاومة تواصل تقدمها في الساحل الغربي.
للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.